زوجة أحمد عبد الحميد محمود علي المشهور بأحمد نصار. زوجي تم اختطافه قسريا من يوم 15 فبراير. زوجي عنده 33 سنة، النصارية أبشواي. تم اختطافه طبعا من مقر عمله، وشغال صاحب شركة فلاتر موجودة في الفيوم. طبعا خدومني للشركة، وأحمد بقاله 40 يوم من اللحظة دي ما نعرفش أي مكانه، ما نعرفش، ما تعرضش على أي نيابة، وما نعرفش تهمته إيه، ولا واخدينه ليه أصلا. طبعا نحمل المسؤولين، وزير الداخلية، بنحمل مدير أمن الفيوم، بنحمل مدير مركز الفلاحين، لأن إحنا جالنا أخبار إن هو موجود هناك. بنحمله مسؤوليته، وأي حاجة تحصل له بقول لكم أنتوا المسؤولين، لأن أنا بعت تلغرافات وبخاطبكم يوميا، ببعت للنائب العام وببعت للمحامي العام، ورحت عملت شكاوى في المحكمه، وببعت يوميا وبقابل رؤساء نيابه وبكلمهم وبقول لهم وروني بس جوزي فين، ولا متاخد ليه، ولا سبب اختطافه. عايزين بس نعرف مكانه، عايزين نطمن عليه، نعرف هو حي ولا ميت. انا والد الاستاذ احمد عبد الحميد محمود علي، بناشد وزير الداخليه انه يشوف لي ابني راح، لان ابني واخدينه وبقاله دلوقتي من يوم 15/2 لغايه دلوقتي انا ما اعرفش هو وفى. وبقول له يعني اذا كنت يعني ربنا تقابل رب كريم وريني ابني راح فى. انا بناشد وزير الداخليه، انا بناشد وزير الداخليه يشوف لي ابني مختطف بقاله 40 يوم، انا ما اعرفش عنه شيء. انا عايز ابني، انا عايزه يقول لي ابني راح فى، عايزه بس اشوفه بعيني، عايزه. ده انا راجل مريض ومدروك يعني النهارده ولا بكره انا مش عارف اشوفه ولا ما اشوفوش. فانا عايز اشوف ابني، انا عايز عشان خاطر ربنا، بلاش عشان خاطر حد، وعشان خاطر ربنا والاطفال الابرياء اللي قاعدين جاري دول، عشان خاطر ربنا انا عايز اشوف ابني، انا عايز اشوف ابني عشان خاطر ربنا. ينوبك ثواب، ينوبك ثواب في نظرك وفي ولادك وفي زوجتك وفي بيتك، يكفيك شر ربنا ما يرميك في دقيقة، لا انت ولا اللي زيك، يعني ربنا ما يرميك في دقيقة، لا انت ولا اولادك ولا اللي زيك. توريني ابني، انا عايز اشوف ابني، ابني بقاله بابا ما انا عايز اشوفه. انا قربنا نعمة، احنا قربنا تعبنا، انا وامه حاطين لها انفصال في الشبكة، وفطلنا لها نضارة ومفيش فايدة، وعيانين ومرضى عندنا ضغط وعندنا سكر وعندنا واللي فينا مكفينا. هي عندها 65 سنة وانا عندي 70 سنة، يبقى حرام عليهم، حرام عليهم يشفشفونا. يبقى ولاد الاطفال الابرياء ذنبهم ينوبكم ثواب، ينوبكم لوجه الله، لوجه الله عايزين نشوف ابننا. ومن كتر العياط عينيا عمد ومش نقدر، ولبست نظار عشان العياط اللي بنعيط، انا ابوه وامه ومراته وكلنا بنعيط عشان خاطر ربنا. ابعتوا له الاطفال الابرياء دول، قاضي الولايه دول، لا يجري عليهم مين، لا يجي لهم مين ولا يروح لهم مين، عشان خاطر ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي سبب لك يا ابني، حسبنا الله ونعم الوكيل. ذنبهم قاضي البنات دول. انا بناشد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر انه يبحث لي عن زوجي، يعرفنا مكان احتجازه او سبب احتجازه، لانه ما عملش اي حاجه، زوجي ما عملش اي حاجه، وهم اللي خدوه يعرفوا كده، لان هم خدوه من الشركه وفتشوا في كل اوراق الشركه، حتى الكشكول اللي بيشتغلوا منه خدوا الاوراق اللي بيشتغلوا منها. هم مش عارفين يشتغلوا دلوقتي في الشركه لانهم خدوا الدفتر بتاع العملاء. انتوا لما عديتوا في الشركه وجيتوا في الشركه لقيتوا اي حاجه دين احمد؟ انتوا رحتوا عليه فجاه، ما كانش في اي حاجه دين احمد. يعني انا بحملهم المسؤوليه، لان احنا خاطبنا منظمات حقوقيه دوليه ومصريه، وبعتنا لهم البيانات وقلنا لهم ساعدونا في ان انتم ان هم يظهروا احمد او يعرفون اي معلومات عنه. لا كده لا عمل ايه، والله ما عمل حاجه، ده قاعد في شغل ومصلي وحلو وقاعد في شغل، ما عملش حاجه خالص. هم دخلوا عليه لما سوق الحديد ومشوا، وخدوا كل حاجه تخصه في الشغل، وخدوا اللاب والحاجات كلها خدوها. لا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.